يستلزم ذلك مواصلة المنع على إطلاق جيل جديد لأواس أنشطة الاقتصاد وريادة الأعمال والاستثمار وبلورة مزيد. مدركين في نفس الوقت ضرورة الإسراع بالتفعيل لميثاق لا تنقص إداري لتمكين المؤسسات الترابية من العبور لأدوارها التدبيرية وتنصيص الإطار التعاقدي بين الدولة والجهات من أجل الاستخدام الأمثل للوسائل والإجراءات. وهذا بطبيعة الحال هو المسار النموذجي الذي سيمكننا من خلق مستويات لا مركزية تتحمل مسؤوليتها كاملة بالكفاءة اللازمة تشديدا التنوع والفعالية التي تميز خصوصيات الترابية وفي اقتناع تام بأن المستوى المحلي هو الحيز الذي يجب
الاجتماعية والاقتصادية واسعة. وزعوا على مساهمات كافة. وهذا صدق. كان لا بد من وضع آلية بين تلقائية التدخلات في العالم الخارجي. كل اعتماداته للفترة بين 2017 و 2023 من فائدة هذا البرنامج المساهمة تقدر بسبعين آلية خلال تظل مقاربة آلية صوتية وتعاقدية منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانيتها بما يقارب فهي 40% وصندوق ديال المياه الحرورية 41%، إلى جانب المبادرة الوطنية التنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء الماء والصالح الشرب وباقي القطاعات الوزارة الإدارية المعنية به الصحة والتعليم. السيد الرئيس المحترم السيدة السادة المستشارون المحترمون، بالتزامن مع دخولي فيما يتعلق بتعزيز أسس تخليص الفوارق المجلية والاجتماعية والبلوغ معظم ديال الأهداف ديالو على مستوى ذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر الحرورية الخدمات الأساسية للمجموعي الجماعات المستهدفة وفائق إشادتنا بجودة التتبع والفعالية ديال الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج إذ تمت مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال الحروري المناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية بغية توجيه لسد حاجيات وأولويات المناطق المزدحمة. وقد تم إنجاز عدد المخططات للعمل السنوية لكل جهة وتوافق عليها بين اللجنة الوطنية للتنمية بمجال الحراري والمناطق الجبلية
الدورات السنوية بعد المجالات الحضرية اللي كتعرضها تدفقات وتفاعلات منتظمة ديال السكينة القاوية حيث غطت مشاريع مضمجة تقريبا 91 جماعة ضعفت الكلمات كثيرة في موبيل بيتي وبلغة الأرقام من المؤكد اليوم أننا سنشهد انعطافة حاسمة في نموذجنا الاجتماعي وهو النموذج التي تأسس على نجاح الدولة في ضمان النموذج للخدمات الأساسية وتكريس المساواة وصون كرامة المواطن فبمعاينة الحصيلة المشرفة لمنجزات مشرفة لمنجزات برنامج تقليص الفوائد الجالية والاجتماعية نعيش اليوم عهد جديد لتأهيل القواد المندمج عهد واعي قناعتنا الحكومية ويخدم طموح أهلاء وبنات المناطق المستهدفة وهو ما تعكسه من دور الشراكة التكيفية بالنسبة لمحور فك العزلة وتقوية المسالك والطرق القوية قد تم بناء وصيانة تقريبا 19,420 كيلومتر من الطرق المسالك القوية وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية فيما توجد 492 كيلومتر في طول الإنجاز وقد عرفت المناطق الجبلية إنجاز ما يناهز لترفع بذلك عدد جماعة لتاس الخمسة وستة حسب مؤشر الشعوب من 791 جماعة سنة 2016 إلى 919 جماعة سنة 2020 بزيادة 128 ضمنها 95 جماعة في مجالات بخصوص الكهرباء القروية على كهرباء 998 و 1000 دوار قروي تجديد الشبكة الكهربائية على طول تقريبا 1000 كيلومتر فيما عرفت المجالات الجبلية كهرباء أي ما يناهز 82 إجمال عملية الكهرباء القروية احنا كنتكلموا على العالم القهوي كالعالم القهوي فيها في العالم القهوي فيه المشاكل ديال الجبل الجبل خدا واحد الطرف اللي هو كبير يعني بالنسبه لهذه الدوله لينتقل عدد الجماعات من فئه 6 حسب مؤشر ديال الربط بالكهرباء
من 816 يعني سنة 2016 إلى 1212 نهاية 2022 أي بزيادة ديال 96 جمعة وهذا شيء جيد. تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاع ديال التعليم تم إنجاز تقريبا 2894 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسيع صيانة في المؤسسات التعليمية بالمجالات الجبلية في 1139 عملية تجهيز للفضاءات التعليمية إذ سيعود هذه الفئة من 900 99 2016 إلى 747 في نهاية 2022 وحسب المؤشر ديال الجودة جودة ديال البنية التحتية التعليمية فقد تم تعزيز ولكن دي كريتير ديال كل كومون والاكسيسيبيليتي ديالو واش وصل الماء واش قريب الطريق واش تحسنات المدرسة واش كاين واحد العدد ديال لي كريتير فيهم يعني الارقام الجميع لكم هذا النتائج اليوم بعد ما يعني الحمد لله البرنامج زاد واحد الطريقه كبيره وكما قلت لكم ان شاء الله ينتهي بهذه السنه ديال 2024 وحسب مؤشر جوده ديال البنيه التحتيه التعليميه تم تعزيز عدد الجماعات من 5 ل 6 ل 6 جماعه حيث ارتفعت عدد الجماعات 164 إلى 402 نهاية 2022 المجال الصحي تم إنجاز 790 عملية تشييد وإعادة بناء وصيانة وتوسعة وتقليل البنية التحتية الأساسية للصحة كتحتل فيها المجالات الجبلية تقريبا خذت فيها 96% مع توسيع وصيانة المؤسسات الصحية ب 518 عملية بالإضافة إلى 166 عملية اقتناء تتعلق بسيارات إسعاف وحدات متنقلة و 640 عملية تجهيز بالمعدات للمراكز الصحية والمواقع السياحية كما منحت نفسا إيجابيا لتطوير أنشطة اقتصادية غير فعالة في لحيان لفائدة الأسر والقروية وتعزيز استقرارها الاجتماعي ولتكريس جودة المدرسة العمومية والارتقاء بمستوى التلاميذ يكمن في رفع نسبة الاستفادة من خدمات مراكز القوى والمطاعم المدرسية و لا سيما نسبة تمدرس الفتيات القاوية أي بزيادة 15% مقارنة مع النسبة ديال 2017 فضلا عن تقليل الشفاء بالمناطق المستهدفة نؤكد اليوم اعتزازنا بالنتائج التي خلص إليها البرنامج حيث أن شكل نموذجا ناجحا للتدبير المندمج يجدر من المستوى التنظيمي مؤولا تبني الشركاء على الصعيد الجهوي لاطاحه كامله يعزز مبادئ جهويه متقدمه حيث يمكن اعتماده وتكييف ثانيا اعتماد واستيعاب الشركاء كمتدخلين جهويين للمقاربه من منهج الشوكي الموسع وتبنيع نجع الاستهداف لتعزيز الالتقائيه والاندماج ثالثا الانصات
هذا، وهذا أعطانا واحد البرنامج ديال الحكمة اللي هو جد مهم. والعالم القهوي ماشي فقط هذا البرنامج، العالم القهوي هو كذلك التعليمات ديال ما وقع في الزلزال ديال الحوز، يعني قرارات اللي هي كبرى ان شاء الله مع هذا يعني هذا ديال هذه يعني التعليمات ديال صاحب الجلاله في اطار الكوميسيون انتر مينستريال، وغادي نوصلوا تقريبا شي من هنا لاخر السنه ولا بديل ديال السنه 50 الف مستفيد من هنا ليفيجون ان شاء الله اللي غادي يكونوا مستفيدين من الاعانه الشهريه انا ديال شويات لي بيست ولا يعني لي بلوكون ولا شكرا سيد رئيس. مناسبة كيف عمل هذا البرنامج دوره المحوري في التدريس الدوري المجالي حيث تواصل تنزيل هذا المشروع بكل ثقة وتتابعون بدقة التفاصيل الإنجاز الذي عرف وتيرة غير مسبوقة. ولن أعود إلى مناقشة الأرقام التي تضمنها جوابكم القيم واعتبرينها أقلاطك من الحقيقة وذات دلالات تؤكد بالملموس مدى أهمية هذا البرنامج الذي يجب أن يتواصل. سيد رئيس الحكومة المحترم، وأناقش هذا الموضوع استحضرت مواقفكم التاريخية الذي عبرتم عليها بعدة المناسبات، وجهتم من خلالها رسائل إلى كل الفعاليات السياسية الوطنية بمختلف مشاربها وتدويناتها المجتمعية، أهمها أن عدوكم المشترك هو الكفر والهشاشة، ولهذا جئتم للسياسة من أجل محاربته، وها أنتم تستقيمون على تنزيل هذه المراقبة بحس وطني مسؤول وبمنطق النجاح والحق تجعل من الواقع مبتدأها ومنتهى أن تكون أولى زيارتكم الميدانية للمناطق الأقل حظا في التنمية. زرتم جهة ضرعة تفيدة، فتحتم فيها أوراش كبيرة، مستشفى جامعي مدنون الذي كنتم فيها منذ أسبوعين مشيدين بما تم الإعلان عليه من أوراش، زيارات ميدانية لجهات تعاني صعوبات تنموية لها دلالاتها السياسية تبين بالملموس إرادة الحكومة القوية في تقليص التفاوتات المجالية. تعزيزا لهذا النفس الإيجابي أقررتم زيادة غير مسبوقة في ميزانية قطاع الصحة والتعليم على شجاعتكم لفتح الحوار مع النقابات والذي يتواصل مشيدين بمخرجاتها والرامية إلى تأهيل نساء ورجال التعليم إيمانا منكم بالدور الذي تلعب هذه الشريحة في العملية التعليمية. إلا أنني سيد رئيس أجد صعوبة لمصلحة من يتم تعطيل المدرسة العمومية اليوم، فإذا كان في غاية إيقاف المرسوم فلقد قمت بذلك كحكومة، وإذا كان بالحوار فلقد أشرفت عليه شخصيا كرئيس، وإذا كان المطلب رفع الأجور فلقد أقررت ذلك عبر زيادة عامة وغير مسبوقة، وإذا كان طالقة منذ عقود لرجال ونساء التعليم فلقد إذا سيد رئيس الحكومة بصفتي سياسية لا يمكنني المشاركة في مؤامرة الصمت
أبناء المغاربة، 8 مليون تلميذ وتلميذة خارج المدرسة. ومن هذه القبة المحترمة أدعو الجميع إلى أن يرفع صوته بكلمة الحق لكي يرفع أبناؤنا وبناتنا إلى القسم، أو لكي يرجع أبناؤنا وبناتنا.